بس الاكل بيكون على ستاند في الشارع. انتي دايت خلصه؟ يا في دريك؟ دي يا جماعة عبارة عن رز دوريتو كويسة بس تدي صوت على حد واحدة تيجي من مصر هنا أنا أول واحدة يا من أشهر الحاجات هنا برضه يا جماعة القرن بيحط عليه مايونيز بيبقى مسلوق حط عليه مايونيز وجبنة طعمه يم بس تقولوا لهم بلاش شطة لأنه بيحط عليه شطة بيبقى لونه أحمر شايفين الجمجمة أدي يا جماعة كجاية دلوقتي رايحين نتغدى الساعة 4:30 متأخرين شوية عشان كنا بنشتري الجزم عشان نبدأ نجري تاني ونهتم بصحتنا رايحين مكان هروح فاين دايننج علي فاين دايننج اوريكم بقى الفاين دايننج على طريقتنا في المكسيك رايحين ناكل النهارده في مكان بيعمل بابوس وبيعمل بيتزا كلها بلحمه بيف 100% بس الاكل بيكون على ستاند في الشارع في اللي هو السلانترو وبصل وشطه وصلصه وليمون بهلب يور سيلف يعني ادي هناك اهو بيطلب لنا طلع هنطلب بيتزا هي اللحمه اللي بتبقى جوه البيتزا بتبقى اللحمه زي الموجوده في التاكو انتي دايت الدايت انتحر انا بقى يعني هحاول اكل اثنين ثلاثة بس معرفش واكل بقى من ده بيتزا معمولة بالتاكو تورتيا وده هدي زي بوت different way نعمل ايه بقى يا جماعة بيفتح العيش كده وياخد من ده ونحط هنا
بيقدم ست منيو ما عندوش غير حاجات فيكس، يعني تختار ما بين حاجتين. بصراحة الاكل يعني فوق الخيال، انا اكسبكتد بجد. حتى الخضار السوتيه ده المين كورس، اخدنا قبلها شوربة، في انواع من الشوربة، نوعين من الشوربة، واخدت رز وخضار سوتيه. انا وادي بنبدل مع بعض، يعني بنجيب حاجتين مختلفين بنقسم مع بعض، وده المين كورس وفي درينك. فده تالت طبق دلوقتي مع المشروب، ولسه في طبقين جايين. الاكل خطير، يعني احنا لما حطينا الخضار السوتيه افتكرت الطعم هيبقى بورينج، يعني انا وادي مره واحده قلنا كان حتى الخضار السوتيه طعمه حلو لانه معمول بالجارليك والصوت. واول ما جينا يا جماعه طبعا كان في عيش، فده كده شوربه ورز او خضار، عيش، مشروب، والمين كورس مع سلطه عيش. بجد الاكل طعمه خطير خطير خطير. تخيلوا بقى كل ده بكام؟ ب100 بيسو. اسعار وانا كمان من الاشخاص يا جماعه لما باجي المطعم ببقى جعانه جدا، فكان في عيش وكان في ليمون وفي صلصه، فحلو قوي يعني الواحد يجي ياكل على طول على ما بيجيبوا الاوردر بتاعكم. A massive profit. They're just doing enough to make a fair profit. They're busy all the time. Gracias. I don't. Thank you. Kindness. Yeah. He said refix it. Oh my god, if you drink three of these, you'd be full. Adi galu refill على الدرينك بتاعه مرتين، خدمنا كمان مرة. عصير ادي يا جماعه عباره عن رز، ميه الرز حلو قوي للبشره والصحه، بس ما حبيتش الطعم. وانا عصير جوافه طبعا الاكل اتنسف. ادي بيقول يا جماعه ان اللي احنا اكلناه النهارده كله تقريبا 8 طبق، واحد بره يعني بره احنا لما بندفع الطبق 180 الطبق من غير عصير بقى والادد فاليو والتاكسز والسيرفيس. فاحنا اكلنا ميل لك فول كورس، فور كورسز اي ثينك مور ذان فور. ادي ذا بريد and yeah like 5 and drink for 100. Oh my god, so ridiculous, but it was yummy and delicious. Wow, your burrito looks good. Yeah, I love burrito. Me gusta burrito mucho. Vegetarian, vegetarian.
Chicharrón de queso, chicos. Sí, muchas gracias. Gracias. Sí, chicos, no provecho. What is this? Woohoo! Cheese, chicharrón. Oh, cheese and bread. الشوارع هنا يا جماعة تجنن كلها، يعني ما بحبش الأسلاك اللي فوق دي، بس كمية الخضار الموجودة يعني تعقد الواحد من جمال، مع ان البليوشن هنا التلوث هنا عالي. ده سوق التلات يا جماعة، كل حاجة هنا يعني روعة وأسعار حلوة جدا. ده ميزة ان انت تعرف الحاجات المحلية، بتجيبوا كل حاجة بسعر بسيط، وبتلاقوا بقى كل الحاجات المحلية. يلا بقى انا هقعد اتسوق شوية واصور لكم بعد شوية كمان. الخضار يا جماعة متقطع وجاهز، فكرة حلوة بس انا في السفر، والاستوديو اللي احنا قاعدين فيه مش مساحة يعني كويسة، استوديو صغنن بس مست ان هو في اللي هو في نص مكسيكو سيتي. شوفوا انا بحب الحاجات دي، انا بحب اروح الاسواق المحليه اتعرف على كل حاجه. الله، شايفين ولبسي كمان لو انتوا عايزين. طبعا يا جماعة مهم جدا تبقوا عارفين الأسعار، وسوري تبقوا عارفين اللغة شوية، من اللغة دارسين. يعني أنا دلوقتي هحاسب على حاجة اشتريتها وببقى فاهمة، بتكلم بالأسباني معاهم عشان ما يعلوش على السعر. Por favor. $12. Okay, gracias. Aquí. Gracias. Ya no. Gracias. فرحان نفسي قوي يا جماعه، هما بيقولوا لي الارقام كده وانا عماله ادفع من غير ما اراجع، مبسوطه بصراحه، فخوره بنفسي. وكمان لما بتروح الاسواق المحليه بتتعلموا اللغه بشكل احسن، وبتحسوا كده ان انتم يعني عارفين تتعاملوا اكتر. لا بس بري الميزه يا جماعه برضو تروح الناس اللي هم حاطين الاسعار، فانتوا عارفين ان السعر الكل مش بيزودوا عليكم. الراسبيري والبرز هنا جميله جدا، 50 بيسوس للاثنين، يعني 100 جنيه تقريبا. طبعا انا يعني محرصه على شنطتي كويس جدا، لان السرقه هنا برضو مش احسن حاجه، فببقى واخده بالي كويس جدا، والموبايل دايما في ايدي واخده حريصه عليه، والفلوس حاطاها في مكان ما حدش يعرف يوصل لها. يعني هي شنطه الشوبينج هنا وخلاص. هلا gracias medio me das otro este tanto todo. Gracias por dos. Oh. Es una frambuesa 25 50. Ya, 50. 50 جنيه، 50 بيسو الاثنين. طبعا هنا الخوخ غالي، بس جبت واحدة كبيرة واثنين من دول، جبت اثنين كيوي، واحدة رمان. نشوف هيبقى بكام. دوسي ميديو ليندا، سي؟ طبعا انا بحاول ان انا اسمع للحديث عشان اتعلم. هي بتقول له الجو ماس، يعني عايز حاجه تاني، فطلب حاجات تانيه ما ركزتش معاه عشان بكلمكم، فحلو ان انا اقعد اسمع الحوار ما بينهم عشان اتعلم. 50 كيلو رينا كوكيا 130 يا جماعه، 130 مستنية 20. Muchas gracias. شريت كل طلبات البيت يا جماعه، انا شطوره. شايفين الشنطة مليانة،
مبسوطة وفخورة بنفسي. بقى بفاصل كمان، يقول لي مثلا 30 اقول له 20، يقول لي 25 او ماشي يعني. طب ماشي، برضو بيلعبوا بالاسعار شوية يعني. حسب الاسعار في السوق مش رخيصة قوي، او انا اللي في غيبوبة بصراحة. فخلصت بقى ومروحة عشان تجي. هنا سوق اللحمة والطبخ والكلام ده، وهنا سوق الخضار. فانا رحت الخضار لان مش عايز اشتري من هنا، المنظر يخوف. ومنظمين يا جماعة، عاملين الخضار لوحده واللحوم لوحدها وكل حاجة كده لوحدها. انا جيت بقى منين مش فاكرة، اعتقد انا جيت من هنا. اشتريت كل اللي انا عايزاه يا جماعة اهو. احط بقى اروح البيت، باخدها مشي وهسمع البودكاست وانا ماشي في طريقي. وتقريبا 20 دقيقة كيلو ونص من هنا للبيت. يلا بينا نحط الهيدفون ونسمع البودكاست، نستفيد بوقتنا ونعمل حاجة حلوة لنفسنا. بحب البودكاست قوي يا جماعة. وانتوا ايه؟ البيلدينج اللي انا عايشة فيه يا جماعة، اخر دور، الدور 25 ده. في الليل بنزل بروحه اقعد اشتغل فوق، الفيو رائع. والميزة ان هو في قلب مكسيكو سيتي، فانضف حتة يعني. ميزة البيلدينج اللي انا عايشة فيه ان هو في قلب مكسيكو سيتي. لما كان في الاحتفالية بتاعت عيد الموتى الباريد، كان معادي من قدام بيتنا، فمش محتاجين ناخد مواصلات، مش محتاجين يعني نصرف على المواصلات، كل حاجة تحتنا يعني. زي ما بيقولوا البيلدينج اللي احنا عايشين فيه في كل حاجة، اكتيفيتي تقدروا تلعبوا، بينج بونج، في حاجة كتير فوق ابقى اصور لكم. الموضوع كله ان انا قاعدة في المكان ده فرفي، متخيلين؟ مش بدفع ولا حاجة. اللي حابب استشارات معايا سايبالكم لينك على الانستجرام، تقدروا تحجزوا وقت معايا اقول لكم على كل التريكس ازاي تسافروا بميزانية بسيطة جدا، مش هتصرفوا فلوس كتير خالص، تقعدوا ببلاش، اكل ببلاش، بس مش هتصرفوا غير على الطيران وحاجات بسيطة. شايفين المكان بتاعي؟ الفيورة وقعت الأشجار شكلها تجنن. شايفين الشارع بتاعنا يا جماعة قصاد العمارة بتاعتنا. بالليل بطلع الدور 25 اللي فوق خالص ده وقعد اشتغل. الفيورة وقع والهواء بيبقى جميل جدا. القعدة هنا فور فري ببلاش. في بقى مطاعم صيني وياباني وفرنساوي وكل الأذواق هتلاقيها هنا. النهاردة يا جماعة هناكل أكل يعني مش شعبي يعني، مش لوكل، مش في الشارع زي هنا. جربنا هنا قبل كده، تحفة تحفة تحفة. في كذا حد بيبيع أكل هنا، بس النهاردة هنجرب. أنا بحب البوريتو جدا، فهنا كل الأكل الموجود. فأنا هجرب حاجة فيجيتيريان. المكان حلو قوي من جوه، لذيذ وكيوت صغنن، وهو بيظبط كله. That's all I can say. That's all I can say.
But yeah, people are so awesome. Helpful. Once, mm-hmm. once you explain you're trying to learn. Mm-hmm. Pues es que depende de la mente de cada quien, porque está bien escrito, sí existen las ciudades que se llaman Medas, entonces pues ya depende de cada quien. No, cuando él me dijo fue como de, ah, sí, está bien, no, no capté. Mi mamá se llama Carmen, pero no dice Medas. ¿Está bien? Si le pongo mamá Carmen, está bien. ¿A la humana guarda la chica de mamá, se da? Alexandri. Gracias. This is Paul. Hey, Escocia. Yeah, Escocia. True. Yeah. Gracias. As you can. There is no space. Yeah, there is. Where? I'm sure everyone else is off. It's Paul. What's your color? Really, for the Scotland flag. Oh, wait, wait, from the side. Yeah. Yeah. Yeah, nice idea. Yeah. I like it. Where it is? بيحاول يلاقي بلده. طبعا سن كبيرة يعني. Wow. So. You almost knew me. Specific. Very precise. Very precise. No, no one is gonna say no. What's wrong? It's in the market. Okay. There you go. And industrial. Yeah. 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 Sheesh! Look at that. Wow. Nice. No, look at places. Para ti, señoritas. Chile, salsa? No, 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 gracias. Nada. No, nada. Mmm. Muy bien. Mmm. Very good. It's cold. I love this weather so much. Gracias. Gracias. Yum, yum, yum.